فاللي انا اقصد اقوله ان انا ما كنتش اقدر غير امشي في السياق، مش التحديات المتوازيه دي ما اقدرش غير انا اعمل لها اجابات، حلول، مقترحات متكامله. احل دي واحل دي ازاي؟ وانا بعمل مشروع الكهرباء وبعمل مشروع الميه وبعمل مشروع النقل، انا بشغل شركات قوميه في مصر، شركات وطنيه في مصر فيها 5 مليون انسان. يبقى بعالج بطاله كانت محتمله نتيجه عوده الناس اللي كانت موجوده في دوله زي ليبيا نتيجه حاله اللي حصل يعني فيها، او دول اخرى، ورجعوا مصر بالملايين بالملايين وليس بمئات الالوف. طب دول هيعيشوا ازاي؟ فتعملت مشاريع في مصر، بنيه اساسيه ومشاريع قوميه تشغل 5 مليون ب5000 شركه في كل القطاعات، في كل شيء. منها تنقل الدوله المصريه من حاله كانت موجوده فيها، حاله صعبه قوي، حاله صعبه قوي، الى دوله، الى ايه؟ دوله حاجه تانيه خالص.